ياسمين، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله تكونوا بصحه جيده، ناشطين وفرحانين، اموركم على العال. جبتكم اليوم فيديو جديد، اليوم انا خبيت بخاطركم يا مزيانات. انا عملت لكم شويه هيك روتين في دار اختي، يعني اللي هذيك ما قاعدين تشوفوا نفصل معكم. قبل ما نحكي لكم عن الفيديو خلينا نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. باهي البنات، اليوم الفيديو متاعنا كتفرجوا لي عاد فيه على الاخر، مش طويل برشا، عاد هيا تفرجوا عاد فيه وفرحوني وتعليقات ولايكات وحصيل وندلل عليكم. وما تخيبونيش، ومرحبا بالجدد اللي انضموا لقناتي، مرحبا بيكم، هيا نورتوني، هيا زارتنا بكم البركة، هيا مرحبا بكم في دويرتكم وفي قناتكم. حصلوا إن شاء الله يا ربي تكبر عائلتنا هذه بكم، وإن شاء الله يا ربي تعجبكم القناة وتعجبكم ولاة القناة، وخلوا لي على تعليقاتكم، خليني نرحب بكم الناس الكل، وبالطبيعة المشتركين اللي قدم هذوكم، وخاصة اللي يكتبوا لي ديما في التعليقات هذيكم، راكم في القلب، راكم في العين، راكم ما شاء الله عليكم، يعني محبتكم سابقة ودائمة في قلبي بقدرة الله. باهي البنات، اليوم طول هنا نغسل في الماو البنات، المي معناتها الله غالب ضعيف شوي يقصوا فيه من بعد، وتو هاو تو هنا صباحك، علاش قلت لكم صباح الخير؟ حصلوا حتى شفتوا الفيديو في العشيه ولا في مساء النور لكم الناس الكل. ديما نستغلوا كالصباح ما ان يقصوا علينا في الماء، نستغلوا الصباح مع الفطور نغسلوا وننظفوا الكوجينه وننظفوا الدار الكل ونعبوا هكا شويه ماء ريزيرف، وبعد كي يقصوا الماء على الاقل نقوم باش نستعملوا الماء اللي نرجعوه. فهمتوا؟ والله معاناه معاناه على الاخر على الاخر، ابقى صنها المي هذا ربي يقدر الخير. البنات هذاك اللي تشوفوا فيه اللي عملته بالايموجي هذاك، راهو ممكن تقولوا سكواسا في الشباك كل هذاك، راهو لسان عصفور ومي حاطين لهم العصافر، خاطر ديما العصافر يجوا في الشباك هذا منا نتاع الكوجينه، اختي ديما تحط لهم في الماكله، فهمتوا؟ خطر الدنيا سخونه وكله، وديما يجوا حتى ساعات حمامات ساعات والأغلبية عصافر لمحال، أما كتصب لهم في الماء وتصب لهم وتحط لهم في الماكلة، فهمتوا؟ باهي البنات، حبيت نقول حاجة، الفيديو فما فيديو هذاك اللي كتبت فيه العنوان بتاع سبب طلاقي، بصراحة الفيديو هذاك أمي متفرجتش فيه خاطر هي عندها مرمى لاهي فيها وكل شيء ومش لاهي الحقيقة. يا أخي جاها شكون قالها؟ فما شكون تفرجوا على الفيديو يسخلها حكايتي. يا أخي أمي مشت مشولها غادي للدار قالها كيفاش الحكاية؟ شبه زكية باش تطلق وكل. أمي تفجعت، أمي برس كل يوم نكلم فيها، حتى كيما نكلمهاش كل يوم، يعني مثلا نكلمها مثلا اليوم، مثلا غدوة توتيني ما نكلمهاش، نكلمها بعد غدوة ولا نكلمها في الليل، ديما برسك يوميا نكلمها، فهمتوا؟ أمي قاعد بعتها قالت لهم زكية معناتها في سوسة ومعاها راجلها وكيفاش وكل شيء، فجعت أمي في بالها شنو فما ولا في بالها، صارش مستجد، صارتش حاجة، تفجعت أمي عندها البنات الدم وعندها السكر، وفهمتوا؟ تفجعت بالكدا تكلم فيها، ترى قالت لي يا بنتي شبيكم ماهم لاباس؟ قلت لها ما انتش بينا ما بينا حتى شيء لاباس. قالت لي شنو هاي جتني فلانه الفلانيه وفلانه الفلانيه، قالت لي راهي زكيه شبه بنتك باش تطلق وساعه زكيه باهي وشنو صار وشنو صار. امي قاعد بوش بيه، قالت لهم في بالي بحد شيء، وكلمتني مسكني خلت المراه روحت وكلمتني مفجوعه ميمتي. والله نقول لكم ربي يهديكم، تاو تفرجوا على الفيديو للاخر ومن بعد امشوا لامي ولا امشوا لون تحبوا معناتها. هو صحيح راه قالت لي امي هم والله مفجوعين عليك، اللي جا حتى المراه الاخرانيه اللي جات واللي جو قبل قالت لي مراه مفجوعين تفجعوا، معناها كيف شافوا معناها شافوا الفيديو تفجعوا تفرجوا عليه شويه ما وصلوش اللي نحكي. قلت لكم راه الحكايه مش حكايتي، راهي حكايه وحده نعرفها معناتها، فهمتوا؟ وحكايه واقعيه وصارت في لونتوراج وكل شيء معناتها، وكل هي حتى يحبت الحكايه للعبره معناتها، باش ياخذوا منها العباد عبره ويحتاطوا، خط الدنيا جابت ما عندها كل شيء. وهو شوفوا البنات حكيت في برشا مواضيع على الضرب، على رجالك هذا الضرب كي يضربوا نساهم على عنف معناتها، وعلى برشا مظاهر حكيت فيها، ما حتى حد حيرت له شعره وهكا وعلق على موضوع ولا شيء.
معناتها هم استفزهم، كان الفيديو هذاك اللي فيه العنوان يعني استفزهم، معناتها اكزاكتومون معناتها فهمتوا، استفزهم كان هذاك باش يجوا هما. ممكن راهو الناس كل مش تفرحين بالطبيعه، فما ناس تفرح كيف تسمع بحد صارت لي حاجه خايبه يفرحوا، العباد اللي ما يحبوناش يفرحوا، والعباد اللي يحبونا بالطبيعه باش يتفجعوا. كلمتني حبيبه زاده اخرى، معناتها هذيك انا عارفها خاطر كي وخيتي ونعرفها، معناتها بالطبيعه ما تتمناليش حاجه خايبه، ما تتمنيش الشر، تعاشرنا معاه معناها عشره طيبه وجيره سمحه وكل شيء ما شاء الله، نحبوهم يحبونا. صحيح هذوكم كما نقولوا راهي مثلا هيك في بالها حكايتي، معناتها تفجعت وكل هذيك نعرفها معناها بالكدي بالكدي، وعرفتها تفجعت وكل وفسرت لها وحكينا على الميسنجر وحكيت مع شكون زاد اخرين في الميسنجر وكل شيء البنات. مي هذيا اللي استفزني في الحكايه كل تو كيفاش فجعوا امي، والله ربي يهديهم الحقيقه، معناتها ربي يهديهم. كل مثلا تو سبحان الله ممكن هي العباد فما الواحد ما يدخلش في ظن السوء، ان بعض الظن اثم، ما تشوفوا العباد ما تستفزوا حتى موضوع الا الموضوع هذاك، مشوا امي للدار معناتها باش يقول لها شنو هي الحكايه وشنو هي الحكايه وشنو هي الحكايه. تو هي كان فما حكايه ولا حاجه، تو الناس كل بطبيعه الطلاق راهو ما يتخباش، راهو ما يتخباش، حاجه كيما هذه ما تتخباش فهمتوا. صدقوني يا البنات كلمتني امي في معناها في حاله، قالت لبناتي معناتها كيفاش تكلمي فيا كل شيء ما قلتي، هي امي في بالها فما هي معناتها في بالها وتقول ما ممكنش صارت استجدتش حاجه ولا صارتش حاجه، معناتها خاطر نكلم فيها تقول لك ماكش خبطت عليا ولا حاجه. قلت لها لا ما انت، قالت لي بنتي ونعرف هاك تو ولينا معناتها نتوقع كل شيء بالدنيا هذه معناتها وكل. قلت لها ما فما حد شيء ماك عرفتنا كيما معناتها خليتينا وكل، بس علينا الحمد لله ونكلم فيها راجل زاد قاعد بحذايا وكل شيء الحمد لله يا ربي، ربي بقى علينا الستر وان شاء الله ربي يبعد علينا اولاد الحرام وبنات الحرام، راه ما فما حد شيء ما حكايه. قلت لها يما راهو الحكايه هذه الفلانه الفلانيه خاطر امي تعرفها وكل شيء. المهم حصيل وقعدت نحكي معاها كل شيء، قالت لي والله يا بنتي تفجعت وكل شيء ومعناتها هيك كيما نقولوا فيها تفجعت حصيل، والله ما لقيتهاش جمله باش نقولها لكم كيفاش نوصف لكم معناتها، ما تفجعت بالكدا بالكدا. حبيت نقول لكم معناتها قبل ما تخرجوا حاجه ولا ما تقولوا حاجه تفرجوا على الفيديو للاخر، ثبتوا ساعه في الكلام وكل، مش تاخذوش الكلمتين الاولانيين اشطر الكلام وتخلوا الكلام الاخر وكله من بعد تبنوا عليه حديث وكله يطلع معناتها ماهيش هو الحديث هكايا معناها هزيتوه يطلع ماهوش هو الصحيح فهمتوا. ديما تحروا الحاجه قبل ومن بعد خاطر لا قدر الله هي مثلا امي صارت لها حاجه ولا تفاجات ولا ما نعرفش هي تفاجات ما نعرفش. المهم حصلوا ربي يهديكم والله ربي يهديكم. وكيما قلت لكم الموضوع حبينا نطرحوه راهو للعبره، وبرشا نسي باش تحطات وثقه برشا زاد لا في الوقت هذايا، وهي ربي تو رجعت لدويرتها ربي هناها، واللي يعمل شر بطبيعه راهو يلقاه كل، هذه حاجه لا مفر منها خطر الله يمهل ولا يهمل، وبطبيعه دعاء المظلوم لربي طول سبحانه معناتها. واللي وفما البنات فما ممكن مش ممكن اكيد فما شكون معناتها يفرحوا ودخلوا ينسنسوا في الفيديو معناتها باش يقولوا لي شكون قال لك كل شيء. وصلني لحاجات هيك كل معناتها شي يضحك معناتها وكل، خاطر هو الفيديو ممكن طويل شوي، وصلوا كذا بنحكي كذا عملت لي وعملت لي وعملت لي وعملت لي وعملت لي، فما شكون ربطها فهمتوا البنات اني مشيت لسوسه كل شيء خاطر مانيش في داري كل، معناتها كل حد يغلي وحده. الحمد لله والله كيما قلت لكم الحمد لله الحمد لله معناتها ما بيا حتى شيء، هاني مروحه لداري ان شاء الله بيانتو قريب. وشوف البنات هذايا غسلته في الباسوار هذايا بشكل كالزايد وكالشخومات وكل نحي فيه ما نخليهمش في الدجاج، الكل يقعد مش ما يسدليش اللافابو من اللوطه، طبعا ديما نعمل هكاكا ومن بعد نفرغه واحسن بصراحه الطريقه هذه مش ما يهبط حتى شيء، المي معناتها يهبط صافي ما فيه شيء هكا الواحد مش متسدش معناتها. هذول هنا البنات باش نزيد نعبي عليه الماء ونخليه نعمل له شويه كخل ونخليه شوي خليه شوي حتى كدريج من زمان، وباش نسقطره نعاود نغسله ونسقطره ونحطه في ساشيات ونخبيه في الكونجيلاتير فهمتوا البنات. وباش نعمل اليوم اختي مروحه معناتها من فرنسا، اليوم باش نعمل وهي شايه الكسكسي بالعصبان، باش نعمل الكسكسي
بالعصبان، وعملنا معاه بريك، وعملنا معاه سلطة وحصيل، وعملنا دلا، وعملنا برشا حاجات حصيل البنات. اما البنات ما صورتش. اول حاجة اختي معناتها ما تحبش التصوير وكل شيء، وما بتعرف البنات صيف لابسين زاد حتى على اللبسه هي، والله هي نورمال معناتها تظهر مثلا، ما عندهاش مانع باش تظهر بوجهها وكل شيء، مي البنات خاطر حتى على اللبسه لابسين، ما بتعرفوا الصيف لابسين معناتها الناس الكل في دياركم، كما تشوفوا رواحكم كل شيء. اللي لابسين، اللي لابسه البروتيل، واللي لابسه خلعه، واللي فهمتوا لابسه شورت، واللي كذا في دار الواحد واخذ راحته في داره كل شيء. ومعناتها هكا علاش ما صورتش، فهمتوا البنات هكا علاش راني ما صورتش، على خاطر الصيف وكل حد معناتها لابس على راحته هكا علاش. وزيد مشيت للمطار معناتها، مشيت للمطار نعرف فاهم، مشيت انا وخويا معناتها، وروحنا بها، وجدت خيتي هاي هي نهارات مونستنا. هذا شوفوا البنات العصبان نتاعي، طيبت كسكسي، طيبت كسكسي باللحم عادي كل شيء، وهذوما طيبتهم وحدهم فهمتوا، عملت فيهم بابي كويسون، ومن بعد عملت بابي الومنيوم وطيبتهم، عملت معاهم شويه طماطم وشويه ملح وطيبتهم، جو بنان كانوا طيبين في صوص الكسكسي فهمتوا البنات، خاطر ما نحبش الطيبه بالسقا معناتها، ما نحبش في القوم تاع العصبان، كي يبدا في القوم تاع اللحم خير لبنتها من هنا طابوا العصبانات بتاعنا. هذوما اللي عملتهم معاكم المره اللي فاتت البنات، قلت لكم باش نحضرهم لاختي معناتها كيف تجي، والله يا البنات جو بنان على الاخر على الاخر، صدقوني فوحين اختي عجبوها على الاخر على الاخر على الاخر. هو البنات هي خاطر طيارتها توصل 11:30، ضمت معناتها الصباح افطرنا وكله، وديريكت ركبت الكسكسي الكل وخرجت مشينا لها فهمتوا. طيب اختي الاخرى قاعده حضرت السلطه وحضرت الحاجات الاخرين وحضرت لنا الطاوله وكل. المهم البنات هذا الصوص نتاعنا، وكهو عادك تشوف فيا هنا يعني حايسه في الكوجينه، هذا ما زلت ما مشيتش معناتها لاختي، هكا هو غطيت غديكا وقلت لاختي الاخرى هكا الفطور هنحضر وكل، حضري انت اللي مازال كل. هذا الكسكسي نتاعنا، خلطت البنات الكسكسي هنا كومبلي ونورمال، عملت جرينات فلفل، خاطر اختي ما تاكلش الفلفل هذاك علاش ما عملتش برشا، عملت كان زوز قرون هكا بقليين، وعملت قرن فلفل في الصوص هكا، ما عملتش معناتها برشا خاطر ما نلواش معناتها نعمل فيهم ما يحب ما ياكلوش الكل. البنات البنات صدقوني الكسكسي والعصبان نتاعنا جو فوحين وبنان وريحتهم زكيه كان ريحه ما شاء الله. غطيتهم، غطيت العصبانات هنا بالبابي الومنيوم باش نمشوا معناتها ونروحوا نلقوا مسخ، نحنا في تونس والمستير ماهيش بعيده فهمتوا. المهم نجيبها وان شاء الله بقدره ربي ونجو لقينا، ونصور لكم هذا بعد ما جينا كل شيء بطبيعه لقيناها مسخان وكل. وهنا البنات بعد ما كملت اختي كيما نقولوا فيها عندها قضيه اخرين وكل، تعاوننا هي امس سيقتها الدنيا، قلت لها اليوم سي با لا با مش نعاودوا نسيقوا اليوم، خلينا نمسحوا اكا هو فهمتوا البنات. اليوم مسحنا مسحت تو نمسح في الدنيا بعد ما كملت، والكوجينه زاد نظفناها، خلينا نضيفه كان بعد يتكمل عاد شنو باش تعمل فيها وكها كهو. البنات درت عليها كلها الدار كلها مسحتها ومعناتها ورجعت كل شيء لبلاصته البنات، ولا صدقوني وعملت لها اختي الاخيره كل، وعملت لها حطت فيها كل العود العنبر وكل، ريحتها محلاها بصراحه. وحلينا هيك ديما صباح نحلو شويه قران هيك يعطينا طاقه ايجابيه وكهو البنات. البنات الفيديو اليوم خفيف ظريف، ترجوا لي فيه الكل عاد مش برشا 16 دقيقة 23 ثانية مش برشا نورمالمون يجي هكاكا. ما تنسونيش بتعليقاتكم المحفزة ولايكاتكم المزيانة، يرحم والديكم الكل، مرحبا بكم الكل، شرفتوني الكل. حصلوا البنات هكا هو روتين خفيف زادة، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات اخرين. ان شاء الله بيانتو نرجع لداري مع شنطه برشا البنات. هاي حتى مريومه ديما مواكبه في الفيديو قالت لكم ايه. حصيل وتو البنات
نكهو بعد ما هاني لهنا ساي كملت الحوسه بتاعي والروتين بتاعي في الدار، مش نلبس حوايجي ونمشي للدار للمطار. البنات لهنا كاساي مشيت، ونحن هكا زاد باش نروحوا اخر الفيديو نورمالمون، معناتها ساي معناتها مروحين من مستير حتى شلسوسه مروحين معايا اختي وبنتها واخويا، فهمتوا؟ صدقوني يا البنات تفاجأت بنت اختي ما شاء الله، شفتها هي صغيره معناتها بالكل، توا روحت عمرها 9 سنين ما شاء الله، ما شاء الله عليها بنت اختي، ان شاء الله من ذريه صالحه وربي ينجحها ويفضلها، ما شاء الله عليها بنت اختي، ربي يخليها لنا. صغيرات يفرحوا بها على الاخر على الاخر، وهي تفهمت معاهم وتلعب معاهم ما شاء الله، والله ما شاء الله تفهمت معاهم بالكدا، وصغيرات الحقيقه متربيين معناتها ويتفاهموا هما والصغار الكل، وزيد بنت خالتهم معناتها كانهم يعرفوا بعضهم معناتها بالكدا، فهمتوا؟ يلعبوا مع بعضهم يضحكوا كذا ما شاء الله، والله ربي يفضل لي اخواتي وربي يفضلها يفضلنا بزاد سروره مزيانه، حسيت البنات وربي يفضل لي بريوم هاي زاد تسجل معايا في الفيديو لهنا هكا في الكرهبة هنا لهنا في البنات وحصيلو هاي بيزو هاي مريومة هاي تو تحب تعملي بيزو تعملي كلام كل شيء تو هاني جيت هاي حصيلو البنات هيا خليكم في امان الله وحفظه، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. البنات لهنا رانا وصلنا للدار، هيا نخليكم الناس الكل بالسلامة مريوم هاي، ملتقانا في فيديو جديد وان شاء الله في داري ان شاء الله ولا من عرش، المهم بسلام الناس الكل، باي باي سلام.